السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتنا لنتعلم ببساطة. هدف ديال القناة ديالنا أننا نوصلوا للمسائل الرياضياتية والمسائل ديال الحياة الأطفال ديالنا بطريقة بسيطة وسلسة، وحنا في ديورنا نستخدم أدوات بسيطة اللي يمكن لنا نوجدوها في أي مكان باش نشرحوا لوليداتنا بعض المسائل وبعض الامور تنمي الذكاء ديالهم وتنمي المهارات ديالهم اليوميه. الو، هنا جيت لكم بواحد المثال. غيحضر معايا الابن ديالي، واخا هو قاري لي ماتيماتيك بالفرنسيه، حنا غنديرو بالعربيه. الو، هنا المساله اللي غنقومو بها كما قلت لكم، هنا هادو صور بسيطه في مجلات خاصه بالمواد الغذائيه، كنقومو بالتقطيع ديالها نسب بمساعده الاطفال ديالنا، كنحفزوهم ونقول لهم فوالا هذه الثمن ديالها، حيت كتكون عندهم واحد المفهوم ديال اشنا هو المال واشنا هما المبالغ الماليه وشحال كتساوي هذه وشحال كتساوي هذه. وكننصحكم انكم تصطحبوهم دائما معكم، ماشي في هذا الوقت ديال الحجر الصحي وملي كيكون الافات، ولكن في الايام العاديه انكم تصطحبوهم معكم للسوبر مارشي، شوفوا الاثمنه ويقارنوها، وهذه غاليه هذه رخيصه، وهذا الشيء غيساعدهم في حياتهم المستقبليه. الوغ قلنا غناخذوا صور، هكذا صور كنقطعوهم وتنحطوهم هكا امامنا في شي طاوله، وتنبقاو نطرحوا السؤال. مثلا هنا عندنا شنو هما هادو؟ وزره، وزره هي طابليي. الوغ هاد الوزره ما هو ثمنها عدنان؟ 95 درهم. 95 اللي هي بالفرنسيه 95 درهم. هنا عندنا دي درهم اي 50 سنتيم. اي 50 سنتيم. هنا عد هنا مواد ديال التنظيف، سائل منظف نيتوايون، هادي 73 درهم اللي هي 73 درهم. لا، شنو هو المنتوج؟ مثلجات. مثلجات الوغ لي كلاص. الوغ هنا غناخد واحد المبلغ مالي، مثلا غناخد ورقة نقدية من فئة 20 درهم وغنعطيها ليه. تيان الوغ هنا غنطرح عليه السؤال، اسكو تو بو اشتي لي طابليي؟ هل يمكنك شراء هذه الوزرات؟ لا. لا، لماذا؟ لان الثمن اغلى من 20 درهم. خابية. الوغ هنا عندنا 20 اصغر من 95، اذا لا يمكن شراء هذه الوزرات. زيد هنا السائل المنظف، لا يمكنني شراؤها. لماذا لا يمكنك؟ هذه 20، هذه 10 و50 سنتيم. يمكنني. لماذا؟ لان اذا اعطيتك سوف تردين لي الباقي. نعم، لأن 20 أكبر من 10، إذا يمكن شراء هذا المنتوج يمكن شراءه. نمشي هنا المثلجات، هل يمكن شراء هذه المثلجات؟ لا. لا، لماذا؟ لأن الثمن غالي. نعم، المقارنة، يجب أن تقوم بالمقارنة. هنا كنقارنوا المبلغ اللي عندنا مع هذا المنتوج. الثمن 20 وهنا 73. 20 اصغر من 73. خابيا. الوغ 20 اي بلي بيتي كي 73. الوغ ما يمكنش لينا نشريو هاد لي كلاص لان المبلغ الذي نتوفر عليه اصغر من ثمن هاد المثلجات. اذا هنا كنقومو بتغيير الامثله، مثلا وغير هاد الورقه وغنعطيه مثلا 50 درهم، وغنعاود نطرح عليه نفس الاسئله، اسكو جو بو اشتي لي طابليي؟ لا يمكنني شراؤها. لا يمكن شراؤها، لماذا؟ لان الثمن أكثر من 50 درهم. نعم، ما يمكن شراء هاد الجيل نيتوايون، مواد التنظيف. لا يمكنني شراء. نعم. شراؤها. وي. لأن إذا 50 درهم أكبر. أكبر من. من 10. من 10. نعم، هنا 73 يمكن شراء. لا يمكنني شراؤها. نعم. لأن الثمن أكبر من 50 درهم. جيد، أنا 50 أصغر منها. إذا بهذه الطريقة هذه كنغيرو كل مرة، كنغير غنعطيه مثلا ورقتين ديال 100، هذه 100 زائد 100، ونطرح عليه السؤال كومبيان سا؟ كم المبلغ الآن؟ 200 درهم. 200. ألوغ وغنطرح عليه نفس الأسئلة. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وتحاولوا هكا تلعبوا مع وليداتكم هاد اللعب اللي كتنمي الذكاء ديالهم والحس ديالهم.
ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وبيان سور ممكن لكم تخليو شي تعليق الا بغيتو، وكنتمنى لكم امسيه جيده ان شاء الله، والله يعاونكم.